اسمي بوصل 2000 لانه في سمسره بتصير بالضبط. على قبرص عم نحكي بين 2000 ولا 2200؟ 2000 2300 اقصى حد. اللي عم بيهرب بده 2000 لقلو. 2000 لقلو مرة. اوكي. وتحت ال 50 ما 50 شخص ما بتوفي معه. على ايطاليا مثلا. على هذيك اليوم انعرض علي انا شغل، انا رفضت. على ايطاليا. ايه انا رفضت. ليه؟ شتويه ومات. اوكي. سو فكرة قبرص هي فكرة امان اكثر. امان اكثر. عم يوصل لهم. يعني ايه كله عم يوصل. ما عم يصير شيء. اوكي. ويستطلوا بامر كل شيء يعني معروف مثلا هون انه في مكتب نطلع نسجل عنده بدنا نطلع بالبحر على قبرص معروف علنا انه كله بيقبض اوكي دوله سوريه بتقبض واللبنانيه بتقبض اوباما بيقبض بالبحر ما في شيء بيتوقف ما بيوقفوا مثلا كيف بتصير عند البر عم بيحمل مثلا المعلومات ضد المخابرات المخابرات ضد امن الدوله امن الدوله ضد الجهاز الفلاني ضد الجهاز الفلاني ضد الاجهزه ضد بعض بس انا جيت عند على المخابرات دفعت ومرقت اجت دوري امن الدولي طبت اخذتك بس طريق يعني 99% فاصل 99 مضمونه اوكي يعني الا ما يصير بدهم يطلعوا 3-4 ليكمشوا واحده صغيره انه ليك نحن كمشنا فل الاعلام اكثر اوكي عرفت كيف؟ بعد قصه الدندشي بابا عم يوقف حدا بابا له قلب بعد ردة الفعل صار الرأي العام اللي صار والإعلان فتح له فتح له كتير قطبة تصور قبل هالعشر أيام يعني كان عم يطلع بس يكون طقس حلو كل يوم عم يطلع على قبرص يعني عم بيوصل على قبرص من تحت من العبنة يعني أقل نهار 200 شخص رمى طيارة عم فوت بال 500-600 شخص بالنهار كل يوم ليش إن استقرب أبرز المهرب بالذات صوت عم بطفي معه أكثر مثلا مع إيطاليا بيخضع الشخص 7000 بدل 7 أيام الآن لا يوصل تكلفة أكثر أوكي بهالسبع أيام أبرز بيعمل 4 نقلات مثلا عندي نقلات بيشتري المركب مجهزة يعني مثلا على أبرز ما بدها شيء تجهيز يعني بيتغلب بالميزون كان جالون ماي شوية تمر شوية كعك هيدي بيحملوا حالهم بيمشوا كيف تعيد ايطاليا؟ تعيد ايطاليا بتدبوني اوكي يعني ما بدها اجهزة ما بدها شيء انا دولولو ولا شيء على التليفون او على جي بي اس بنزل نقاط هيدي على البوصة بحط 275 وبيمشي عليها تمام ما تنسى انت بلد مسيس فلان تابع لفلان وفلان تابع لفلان مثلا لا لازم تقطع الحبس لا سمح الله اوكي ايه فوت حي الله مهمي وطلعني بقول له نيمني شهر وطلعني هي 15 دولار بكبك برا بس ما يكون برابطك حدا ما انا عملنا لي ايه عملنا لي اقصى حد الحكم تاعي ما فيها حكم اصلا لانه لسه ما شروا حكمه اذا انا مت بتنام 6 شهور اذا ما برابطك دم حدا يعني اوكي عرفت كيف بس انه يضبطوها ما فيهم اوكي شو معاشر العسكري عندنا هون؟ $100 $150 عن نقطة 5 عساكر هي 10,000 دولار بالنمرو والله ما ببيع لبنان اذا بده ياكل بده يعيش انت بتعرف هالشيء هذا يعني الضغط شهرته انشقت حوالي $500 شو بده يعمل له؟ تقريبا انت قدرت تعمل بالشهر هالمعمعة انا لهلا من شيء من سنة تقريبا لهلا بنعمل 1000 اوكي لانه في اطفال داخل الوحدة قد ايه معقول تكون عم تعمل؟ $300 $400 $500 $200 حسبه ضل بحرطي بدك هيدي القطعة بشتري لك اياها مثلا $400 بقول لك 500 او 450 هيك اوكي بس انا اجيب عالم ما بجيب انا بسحل كثير اطلع وببلاش وبقبض اوكي ما في احلى من لبنان. اوكي. لانه مسافر البحر قديمة مسافر البحر وشيء ما حلو كل اوكي. ما في احلى من لبنان معلم.